أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دنيانا، والتي نقدمها كما تلاحظون في إطار مختلف، لأننا اليوم نقدم دنيانا من العاصمة المصرية القاهرة. ونتناول في هذه الحلقة قضيتين بارزتين، الأولى تتعلق بتراجع اهتمام الناس بالسياسة، أو على الأقل هذا ما هو ملاحظ، والقضية الثانية هي موضوع تزايد الشعور العنصري في العالم العربي مع قضايا مختلفة مطروحة منها النزوح واتساعه. ويشاركنا في هذه الحلقة اليوم فاطمة محمد من الصومال، فاطمة دريس من السودان، زينب خير من مصر، وأحمد عصام الدين من السودان. أحمد، أنت ضيفنا في الفقرة الأولى التي نتحدث فيها عن علاقة المواطن بالسياسة، ولكن نبدأ بالتعريف بالمشاركات معنا. فاطمة، أنت من الصومال. نعم. وطالبة في كلية طب جامعة القاهرة. وهل لديك اهتمامات أخرى؟ بحاول أنه يكون sometimes أحاول أنه volunteering في الصومالي community for the woman and child. بدنا نحكي عربي. فاطمة، أنت متطوعة فيما يخص المرأة الصومالية والأطفال الصوماليين. نعم. اللاجئين في مصر. نعم. وفاطمة إدريس، أنت من السودان. أنا فاطمة إدريس، أنا مدير عام تضامن المجلس المصري متعدد ثقافات للاجئين. تضامن هي منظمة تعنى بماذا؟ باللاجئين والمهاجرين في مصر. من جنسيات مختلفة أم فقط من السودان؟ لا، بنتعامل مع كل الجنسيات، سوريين، نعم، صوماليين، إريتريين، إثيوبيين، ليبيين. نعم، وهذا حديث شيق ويطول، سنتحدث ببعض هذه الجوانب في سياق الحلقة. زينب، أهلا بك. أهلا بك. أنا زينب خير، محامية ومديرة الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبنهتم بشؤون الفئات المهمشة اللي عندها إشكاليات خاصة بتمييز خاص بالقوانين. نعم. أحمد، أنت من السودان. أنا من السودان. أيوة. ومن فرقة أو جمعية قرف. أنا من مجموعة جريفنا، حركة جريفنا. نعم. جريفنا يعني حركة جريفنا، من القرف والتململ ببساطة. بكل بساطة هي حركة قامت للتغيير. من ماذا قرفته أكثر شيء؟ جرفنا من التسلط السياسي، من الدكتاتورية، من جرفنا من التهميش، من الاضطهاد لكل المجموعات موجودة في السودان، وجرفنا من الحكم الفاشل. سنفتح هذا الموضوع، ولكن بعد هذا التقرير حول علاقة المواطن بالسياسة وإمكانية أن تكون الاهتمامات السياسية لدى المواطنين قد تراجعت. ما هو دور الشباب اليوم في الحياة السياسية في العالم العربي؟ هل ما زال الزخم نفسه الذي سجل قبل سنوات عندما نزل الشباب إلى الشارع للمطالبة بالتغيير والإصلاح؟ أم أن تطورات ما بعد التغيير من الاقتتال الداخلي إلى عودة الوجوه نفسها في بعض الأحيان في الانتخابات التمثيلية إلى عدم حدوث التغيير الذي طمحوا إليه دفعهم للانكفاء؟ كيف يمكن تحديد علاقة الناس بالسياسة في يومنا هذا؟ هل بات الهم الاقتصادي والاجتماعي هو الطاغي؟ أم أن الإحباط من الصورة العامة في المنطقة العربية هو سبب عزوف الناس إما عن الانخراط في الأحزاب السياسية أو عن المشاركة في الحياة العامة؟ لماذا فاطمة تراجع اهتمام الناس بالسياسة؟ أو هل توافقين أن الاهتمام تراجع؟ طبعا تراجع. الإحباط، الشعور بالخيانة. نحن في العالم العربي، العالم يتقدم إلى الأمام في حقوق أساسية اجتماعية اقتصادية بسيطة، حق مشروع للمواطن، لا توجد هذه الحقوق. دول، ولكن الناس نزلت إلى الشارع للمطالبة بهذه الحقوق. الآن لا نلحظ، لم يجري اعطاء الناس حقوقها، ولكن توقف الحراك. بالعكس، وتراجع الى الخلف. نعم. انه لا جدوى. تراجع الى الخلف لان الناس فقدت اهتمامها ام لانها احبطت؟ فقدت اهتمامها وكمان احبطت، لانه الحقيقه الطموح في انه يكون لدى الانسان مجتمع واعي متنور يمتلك ابسط الاشياء ما عاد موجود، فاصبح الناس أحسن أن يرجعوا لكسب العيش
اللي هو اصلا كمان ما موجود يعني فاطمة. بشكل كويس. انت من الصومال والصومال يعيش حاله لا دوله منذ سنوات طويله، هل تشعرين انك وانت شابه يعني الاحداث في الصومال سابقه لولادتك وهي تواكبك الان، يعني هل تشعرين باهتمام في دولتك؟ هل تشعرين انك مهتمه في مستقبل هذا البلد وبالتالي تقومين بنشاط ربما عدا عن النشاط الذي اخبرتينا عنه في البدايه؟ دلوقتي لا، لا تشعرين انك معنيه بالضبط، فلانه بيجي وقت لازم الواحد يفكر انه يرجع لبلده. فلما اجي افكر في الحته دي لازم ارجع لبلد فيها حكومه، فيها ناس بتحكمها عشان اشتغل فيها واعيش فيها. اكزاكتلي ف لما انا ابقى عارفه انه ما فيش ورايا او بلد ارجع لها ما فيش حكومه، فبالتالي بفكر في اوبشنز تانية ان انا غير بلدي خارج الصومال. بالظبط. ولكن لانه بلدك في ازمه، الا تشعرين انك معنيه ربما في الانخراط بحراك ما لتحسين الوضع؟ لا، لا تشعرين. يعني انت متلقي ينتظر ان تصطلح الامور وان تعودي الى الصومال في حال حصل تطور ايجابي. بالزبط. نعم. زينب، مصر التي تحركت من بداية الدول نزلت إلى الشارع، الآن تجري تطورات كثيرة ولكن نشعر أن هناك انكفاء، هل هذا الانطباع دقيق؟ إلى حد ما. ربما يكون، يعني أنا هاخد من كلام فاطمة لما تحدثت وقالت إن الناس رجعت البحث عن لقمة العيش، وده مرتبط بشكل أساسي بأمور أخرى ليها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعني لو بنتكلم على الحراك السياسي المبني على الحقوق المدنية السياسية المباشرة، ربما تطور الأمر إلى قضايا منفصلة ولكن بتحتاج لنوع آخر من الحراك. ممكن يبقى ما بقاش في، يعني أنت تقولين أن الظرف الحالي يحتاج إلى نوع آخر من الحراك لم يعد ينطبق عليه المشهد، فكرة الميدان أو التجمعات الكبرى أو كذا، لأنه بقى في قضايا نوعية. يعني هتكلم مثلا على الحالة المصرية، حصل تعديلات في الدستور تستوجب تعديلات أخرى في القوانين الداخلية، ده اللي بيستدعي حراك أخرى بأشكال مختلفة. مجموعات بتتحرك على مجموعات شبابية بتتحرك على أنها ضد قانون التظاهر. يستدعي تحرك، ولكن تتحدثين عن مجموعات تستعد للتحرك؟ يعني لا نشاهد مجموعات مش بنفس القوة، مش بنفس الأعداد، مش بنفس الانتشار الجغرافي، ولكن هي مجموعات ما زالت مهتمة ببعض القضايا، انحسرت أعدادها. ومثلا هنتكلم على حراك نقابي ما شفناهوش في مصر قبل كده تحت مسمى النقابات المستقلة، بيتحدث عن قوانين العمل، عن قوانين التأمينات الاجتماعية، أصبح في نوع آخر من الحراك. يعني أنت لا توافقين على الرأي الذي يقول أن هناك أحباط وانكفاء؟ ليس أحباط أن هناك نوع آخر، في نوع آخر من الحراك بيتمثل في مجموعات بتتحرك على مصالح موحدة ربما جزئية، ولكن في الشكل العام ربما تدينا صورة أوسع شوية. أحمد، قرفنا في السوداني وقرفنا في، يعني حتى الناس تفهم فيها، يعني هيك شعور بالأحباط، لا أليس كذلك؟ هو السياق مختلف لأنه نحن ما حققنا انتصارات كبيرة زي ما حققت باقي المجموعات الموجودة في الدول العربية، ولا هي كحركة اجتماعية مثلا وصلت لإسقاط نظام سياسي، لأن النظام السياسي ما زال قائم. النظام الموجود حصلت تحركات متأخرة ولكن توقفت. حصلت تحركات في نفس الزمن، مش متأخر، يعني حصلت تحركات في 2011 وتحركات في 2012 وحصلت تحركات في سبتمبر 2013 اللي كانت عنيفة ودموية جدا. ف ستيل جرفنا في محاولة للشغل. يعني المشاركة السياسية في السودان فيما يتعلق بالعمل المعارض موجودة، لكن إذا بنتكلم عن المشاركة السياسية أو مشاركة المواطن في العمل السياسي، نحن نحتاج لها مجتمع ديمقراطي، محتاج دولة مدنية كاملة فيها مشاركة المجتمع المدني وفيها مشاركة القيادات المدنية. ولكن هل تلمس أن هناك أحباط، يعني بمعنى ما أن الموضوع توقف، تراجع الناس، تراجع الاهتمام السياسي؟ الإحباط موجود، لأنه الإحباط موجود، لكن هو في الآخر فيما يتعلق بسياقين أو جانبين. في ناس بتطلع الشارع عشان تشارك في العملية السياسية من الحقوق الاقتصادية الأساسية،
اللي هي المطالبه بالعداله الاجتماعيه، وفي ناس بتطلع عشان الحقوق السياسيه والمدنيه، بيطلعوا بنفس السياق لكن الحقوق السياسيه والمدنيه. اللاير بتاع الحقوق السياسيه والمدنيه لم ده يعني ما قدرت المجموعات المدنيه اللي طلعت في الشارع في الفتره اللي فاتت ان هي تقلل او تلقى لنفسها نفوذ كقوه مدنيه في السلطه عشان توسع اطار المشاركه السياسيه. ودي موجوده في كل الدول الموجوده في المنطقه العربيه بما فيها السودان. يعني السودان ممكن نقول قبل كده في 2005 كان في اتفاقيه سلام ادت لوجود مدنيين داخل السلطه، لكن يظل الصراع المدني الصراع المدني مع الغير المدني الموجود داخل السلطه هو اللي بيقلل المشاركه السياسيه. اذا كانت الدوله ما دوله قائمه على اساس مدني، والمجتمع لسه محتاج يعني قوانين مكبره للحريات دائما بتقلل من تطور المجتمع الديمقراطي. ولكن انت في التجمع تبعكم كريفنا ماذا تفعلون؟ يعني هل ربما هو يعني تجمع يوحي بان هناك حراك بما انك عرفته على انه ضد الديكتاتوريه وضد حكم العسكر وما الى ذلك؟ بنشتغل على العمل الجماهيري في ظروف سيئه جدا. الجماهيري العمل الجماهيري المدني معنى؟ السلمي اللي هو دي اسلم وسيله لتقليل النفوذ العسكري داخل السلطه السياسيه اللي بيفتكرها، اللي هو العمل السلمي دائما هو يعني من ضمن المؤسسات؟ لا، من ضمن المؤسسات، من ضمن الشارع. عن طريق حركة الشارع، عن طريق توعية الجماهير، عن طريق المنابر. الآن هل هناك حركة؟ في حركة موجودة وفي حراك موجود وفي مجموعات اجتماعية غير قريفنا في السودان. وفي مجموعات حركات رفض اجتماعي شغالة مكبلة بقوانين مختلفة. فاطمة، أنت تشعرين بهذه الحركة؟ الوضع بالنسبة لي يعني شديدة التعقيد، لأنه علاقتي بالسودان ما زالت مستمرة، بس أنا أعيش في مصر ل 14 سنة وكواحدة من النازحين إلى مصر. الحراك الجماهيري الذين ينتظرون الهدوء للعودة طبعا. نعم. ينتظرون العودة وتقديم ما يمكن تقديمه. أنت من أين؟ من السودان؟ أنا نوبية من شمال السودان. نعم. بس عايزة أكد على حاجة مهمة، إنه عشان يبقى مواطن جاهز للزخم السياسي والمدني يجب ألا يكون مكبل بالأشياء الأساسية، إنه يأكل ويشرب ويودي ابنه المدرسة، ففي تفاصيل فيها مشكلة حقيقية هي التي تعيق بالضبط الاهتمام بالسياسة. يعني بالزبط. هناك أولويات معيشية تتقدم على الأولويات السياسية، ولا يمكن فصلهم، لأنه الحقيقة هو كله يعمل في سياق دولة متقدمة مدنية تراعي من كان أضعف، ولكن تفتيت الحقوق لحقوق مدنية سياسية بعيدا عن اقتصادية اجتماعية أدى إلى أنه فصل فعلا في النظام القائم، وتوجيه أنه يتم سحق المواطنين اجتماعيا اقتصاديا حتى لا يكون هنالك سياسي. وهذا ما يحصل في السودان؟ هذا ما يحصل في السودان بالتأكيد. يعني والشعور بأنه حتى من هم لديهم القدرة على التغيير من غادة مجتمعيين وعلماء وعارفين هم خونة في النهاية، لا يعنيهم هذا الوطن بأي شكل من الأشكال. نعم. فاطمة، أنت تمثلين فئة الشباب في هذه الحلقة، يعني من خلال محيطك، وأنت أكيد قلتي أنك تعملين في الوسط النسائي الصومالي والأطفال، هل تشعرين أنهم جميعا بنفس وجهة النظر، بمعنى أنهم غير معنيين، غير متأملين، محبطين من مستقبل الوضع؟ أكيد، لأنه لما تيجي تشوفي تتعاملي معهم كل واحدة معها قصة تختلف عن الثانية، وكلهم بيجتمعوا في حاجة واحدة، إنه لا يمكن يرجعوا للبلد دي تاني، لأنه اللي مات جوزها، اللي اغتصبوها، اللي شالوا منها عيالها، فكل ده حصل جوه بلدهم، فلا يمكن يرجعوا لها تاني خالص إلا إذا اصطلحت الأوضاع هناك. يعني الناس التي خرجت بسبب ظروف تعرضت له هي لا يمكن أن تعود، وغير معنية بأي عمل لتحسين الوضع أو الانخراط بأي نشاط سوى النشاط الاجتماعي مثل بالزبط. اللي أنت تقومين به بالضبط. نعم. زينب، يعني
كمان تنطبق على مصر. أنت قلتي أن هناك حراك من نوع آخر، بدأتم تلمسون أن النقابات التي لم تتحرك في السابق بدأت الآن تنشط، يعني هناك عمل نقابي مستجد. هل دخلنا في مرحلة أن هناك يعني الناس نزلت إلى الشارع طلبت بالحرية، بعض الدول انزلقت إلى اقتتال داخلي، ولكن هل دخلنا مرحلة أن الناس يمكن أن تعبر عن رأيها ولكن لا تغير شيء؟ يعني الفصل بين الحرية والديمقراطية، نعبر عن رأينا ولكن الوضع يستمر كما هو؟ أعتقد أنه في يعني حصلت أحداث عنف كثيرة مرتبطة بالحدث السياسي أو بالمطالبات السياسية، هو ده اللي خلت الناس عزفت عن المطلب السياسي المباشر. الحاجة ولو أنه يعني في نقطة لازم نركز فيها، أنه خلال السنوات اللي فاتت أول مرة يبقى في بهذا الوضوح صراع سياسي بين أطراف محددة ومختلفة، ربما شابوا أحداث عنف كثيرة، ولكن أول مرة هتكلم عن مصر وربما يعني بعض البلدان العربية الأخرى زي تونس، يبقى كان عندنا طول الوقت في صوت واحد، في طرف واحد هو المتحدث بالاسم السياسي وفي طرف معارضة وفقط. دلوقتي لا، عندنا شفنا في الفترة اللي فاتت أطراف مختلفة ومحددة الهوية والمعالم، فربما ده أخاف بعض المواطنين يعني تضرروا بأشكال تريدين أن تقولي يعني علاقة أخرى. التحرك بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، يعني هل هذا يبرر يفسر؟ أعتقد هو ده اللي بيفسر، كمان أنه في رؤى بقت واضحة أنه في صراع بتدخل فيه أطراف كثيرة، في بقى واضح انه في رجال اعمال، واضح انه في سياسيين، واضح انه في سلطة قديمة. على هذا الرأي، وانت قلت لي انك يعني كنت مقيم في مصر قبل ان تعود الى السودان. تمام. ما هو السنسيتيف؟ والله يعني انا بوافق في جزء بختلف في جزء، بفتكر انه المشاركه السياسيه في مصر قلت لانه ما تحقق المجتمع الديمقراطي المنشود، ولا في رايي انه في تغيير حقيقي حصل على مستوى الحقوق المدنيه والسياسيه والحريات بالنسبه للشعب، ولا بالعكس كمان. فيما يتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه دائما انا عشان هم الفكره انه هي بتاخذ مسافه طويله جدا، الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بياخذ مسافه طويله، لكن ربط هذا بالمشاركه السياسيه، الفكره في انه المواطن اللي عنده ممارسه الحق الديمقراطي، نعم هو مسحوق اقتصاديا واجتماعيا وغيره، لكن يجب ان يجد مساحه لحريه التعبير وحريه التجمع وحريه الاختيار وحريه الترشح، ودي كلها حريات اساسيه بتساوى، لكن دول كثيرة بتعاني من أوضاع اقتصادية سيئة، والتجربة بتاعت أمريكا اللاتينية تجربة كانت طويلة، كانت أوضاع اقتصادية موجودة، أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة جدا، لكن بالمشاركة السياسية والمدنية في الحقوق السياسية والمدنية أدت لأنه يصل لمجتمع ديمقراطي، المجتمع الديمقراطي بدوره يكون مفهوم الدولة التنموية الديمقراطية Democratic Development State. يعني أنت تقول هذا ليس عائق؟ هذا عائق موجود، لكن في نفس الوقت هو ليس يعني ما الطامة الكبرى أو هي ما الحاجز الأكبر، لأنه في الآخر بيحرك العملية السياسية هم نخب، ونخب مجتمعية ومثقفين موجودين في المجتمع، ودائما later on هم بيحققوا الاستقرار اللي بيقوم على التنمية. فالمسألة يعني قلت هل أنت من وجهة نظر التي تقول والتي طرحتها على زينب أن هناك الكثير أحيانا الكثير من الحرية، وهذا متفاوت من دولة إلى أخرى، ولكن ليس هناك ديمقراطية، لأنك تطالب، لك الحق أن تطالب ولكن لا تحصل على أي تغيير، فتتوقف عند النمط الديمقراطي بأنك أعطيت حرية التعبير ولكن لم تعط حرية التغيير؟ بالضبط. وفي نفس الوقت المسألة ما فقط موجودة زي ما كده برضو، يعني للأسف فنحن بعد المنطقة في العربية، بعد الربيع العربي أو من قبل الربيع العربي، بعد الدول اللي خاضت شكل من التحول العنيف أو غير العنيف، وصلت لدساتير متقدمة بالمناسبة، لكن الدساتير من الذي ينفذ الدستور على أرض الواقع؟
ودي دي حاجة. الفكرة انك انت ممكن تصل لتغيير في الدوكيمنتس موجود في العقود الاجتماعية اللي هو ارضاء، اصبحت العقود الاجتماعية دساتير ارضاء للشارع اكثر من انها هي عقد اجتماعي ما بين القيادة او الدولة والمواطن 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 الاخر في الحقوق الاساسية، وتنفس على ارض الواقع وفيها وعي وفيها awareness بالنسبة للشارع كله حول الدساتير الموجودة. عشان كده في قوانين بتأتي مناقضة للدستور والحراك بيبدا، يعني انا افتكر انه بعد الربيع العربي الحراك المفروض دستوريه الدوله ولا دستوريه الدوله القوانين. وهي قالته استاذه في الاول زينب تكلم عن فكره انه في قوانين مكبله للدساتير متقدمه، فدي كلها تناقضات الناس المفروض تدخل فيها وتناقشها بشكل يعني قانوني. قوانين مناقضه القانون طبعا مناقضه، قوانين مناقضه، ويعني قوانين القانون في ظني في دولنا العربيه وضع بمعزل على الدستور، وانا ما عارف علاقته يعني يوضع قانون يتكلم عن حريه التعبير وحريه التجمع، توضع قانون للتظاهر، تتكلم مثلا في السودان تتكلم عن الحريات الاساسيه وتتكلم عن حقوق التنوع اللي هو دستور بتاع 2005، دستور متقدم جدا جاء على اتفاق سلام وحضرته دول وكان غيره، وتتكلم عن قانون اسمه قانون الامن عنده حق انه يحتق لك لمده بتاع 3 شهور من غير ما يوريك انت محتق لك ليه. الامن القومي، قانون الامن القومي اللي هو ده مش ده مناقض لحاجه في الاساس في الدستور، في دستور السودان حاجه اسمها وثيقه الحقوق. يعني انت تقول مثل ما تحدثت زينب، هناك دستور وهناك قوانين تنقض الدستور ولكن الدستور. أيوة. لا احد يتحدث عنها يعني يرفع الدستور، لا مش لا احد يتحدث عنها بمعنى يرفع الدستور للقول انه هناك دستور يضمن الحريات. ايوه دي ازمه قانونيه، يعني دي ازمه بتتكلم عن الازمه، بتتكلم عن القضاء، نحن بنتكلم عن السلطات الثلاثه في الدول دي، فده الالتباس الموجود. عشان كده ما في نفوذ، النفوذ المدني لما يتحقق في السياسه في العمليه السياسيه وفي سياده الدوله بيكون في استغلال القضاء، بيكون في فصل في السلطات الثلاثه في غيره. لكن ما طال الدوله فيها صوت واحد والصوت الثاني هو عبارة عن عدو، يعني يمكن لها أن تتصرف من دون يعني أن تخشى رادع. بالضبط. يعني أنه عندك مسارين دايما عشان تغيري مثل هذه القوانين، أنه علشان تعملي التغيير المطلوب زي ما الدساتير اللي حصلت بعد الثورات دي، عندك مسارين، عندك المسار الحراك المدني اللي هو دلوقتي بقى في أقل من الأول بكتير، المجموعات اللي بتتحرك على ده قليلة وأصبحت ضعيفة من ضربات أمنية متلاحقة، وعندك المسار القانوني اللي علشان التقاضي اللي عشان تغيري قانون مناقض للدستور لازم تاخدي كل درجات التقاضي، وهذا ياخد وقت، بياخد وقت طويل، وهو ده يمكن اللي خلى المواطنين ما بقوش شايفين انه كل اللي عملوه من نزول في مشاركه في انتخابات رئاسه او مجلس شعب او تعديلات دستوريه واستفتاءات انه ما بقى كل ده ما اثرش على حياتهم يعني اليوميه. انت تريدين ان تقولي ان المسار القانوني موجود ولكن مسار طويل ومعقد وبالتالي لا احد يلجا اليه. يلجا اليه بعض الناس اصحاب النفس الطويل اللي بالاساس عندهم هم يعني هم نشطين سياسيين اكتر، ولكن المواطن الطبيعي مش ما اصبحش يميل لده، ده مش معركته الاساسيه. فاطمه عم بسمعك تهمسين، ماذا طبعًا تريدين ان تقولي؟ مسارات القانونيه المواطن العادي لا يعلم اي بنود هذه الدساتير المختلفه ولا القوانين، فبالتالي هو يجنح لفكره دعونا نعود الى الاستقرار. افضل يعني الخوف من عدم الاستقرار هو الذي يلجم بالتاكيد، والخوف من أشباح أخرى كنماذج سياسية أخرى ما يحدث ومن داعش وهذا الزخم الأمريكي الكبير، يعني فأحسن أن نعود إلى حان ربع واحد وأن لا نتقدم، أفضل بكثير من ندخل في معركة بلا معترك. فأصبحنا يعني بلا معترك أم بلا أفق؟ بلا معترك، ما هنالك أفاق بس إلى أين نذهب؟ ف أنا عندي مشكلة أساسية تركيز على إذا كان في هدف وهناك يعني كالتجمع الذي يتحدث عنه أحمد، يعني يضعون هدف أمامهم يعملون من خلال المجتمع المدني وما إلى ذلك. أنا مع إنه الناس يبقى في صياغات وتجارب تتبني بشكل أعلى، ولكن تجارب عادة محتاجين إلى قاعدة جماهيرية أكبر، واحنا عندنا مشكله وليس كل المجتمع مثقف وليس كل المجتمع لديه زمن يجلس ليتحدث في السياسه. نعم. فاطمه انت قلتي انك يعني غير معنيه
بالسياسة، لأنه الناس الذين عملتي معهم لديهم تجارب قاسية، يعني النساء والأطفال الأتين من الصومال لديهم تجارب قاسية، وهذا ما دفعك إلى شعور أن هذا البلد لا تريدين العودة إليه. مش أنه مش عايزة أرجع لها، عايزة أرجع لها بس وقت ما تكون مستقرة أو فيها ظروف ثابتة، ما خافش أن أنا أرجع لها، لأن لسه موجود نظام القبلية. فأنا نفس يعني أنا من القبيلة أنا منها، مش هقدر أرجع بأمان للصومال. قبيلتك تخشين قبيلتي؟ قبيلتك لماذا؟ لأن قبيلتي أكتر قبيلة مستهدفة في الصومال، وكمان كان ليهم إنفلونس سياسي كبير قوي قبل الحرب. فدلوقتي اللي هو يعني لو بقي هذا الكلام كما هو لا أحد يفهم، هو أنا لم أفهم من هي القبيلة، لماذا هي مستهدفة؟ أنا قبل ما يحصل الحرب في الصومال اللي استمرت لمدة تقريبا 24-23 سنة، رئيس السابق الله يرحمه محمد سياد باري كان من القبيلة بتاعتي. فهم تقريبا هم يعني الناس تختلف في الحتة دي، في ناس بتقول لا هو عمل حاجات كويسة أوي للبلد، في ناس بتقول لا هو دمرنا وما عملش حاجة كويسة، في انقسام حوله بالضبط. فأول ناس اتقاموا عليهم الحرب وطلعوهم من البلد كان القبيلة بتاعتنا. فدلوقتي في ناس نقدر نرجع بس ما نقدرش نعيش فيها. وانت كيف تشعرين يعني بالنظام القبلي كشابة تدرسين الطب، المنهج تبعك علمي؟ صح، بوظ لنا كل حاجة في البلد. يعني النظام القبلي هو أثر سلبا على الصومال؟ بالضبط، لأنه خلى في فرق اجتماعي يا فوق قوي يا تحت قوي. يعني حتى النظام القبلي جوه اسم في ميجرز وماينرز، يعني في 4 ميجرز وكله ماينرز. لو انت مش من ال4 ميجرز دول خلاص، الاربعه الاساسيين او الاكبر. بالظبط. الاساسيين من اي ناحيه؟ من ناحيه العدد؟ لا مش من ناحيه العدد، من ناحيه سواء كانت هيستوري وايز، سواء كانت بزنس وايز، ماني وايز، من ناحية الإمكانات الاقتصادية بالزبط والمادية. بالضبط. طيب فاطمة، أنت شابة، يعني عادة كما رأينا كما تحدثوا الشباب نزلوا إلى الشارع وهم صح الذين دفعوا باتجاه التغيير، صح، لم يصلوا إلى السلطة، لم يسمح لهم بالمشاركة، هذا بحث آخر. صح، من الذي تراهنين عليه لحدوث التغيير في الصومال الذي ترغبين بالعودة إليه؟ يعني إذا لم ينخرط الشباب في هذا المنحة، على من الاتكال؟ يعني احنا متفائلين ان الحكومة الجديدة اللي جاية ممكن تعمل حاجة. يعني انت تتابعين الوضع في الصومال؟ بالضبط. هو تقريبا الترشيح يجري ولكن غير معنية في الانخراط. بالضبط، خارج القضايا بالزبط الاجتماعية. بالضبط. هو احنا دلوقتي داخلين على فترة انتخابية كمان سنة، فتقريبا مش تقريبا كل الصوماليين في العالم مستنين بس ان الاوضاع تستقر عشان ترجع للصومال. فكلنا معتمدين على فتره الانتخابات دي، وهنشوف هل النظام القبلي موجود لسه ولا لا، او هل بقى في صوت للناس ان هم يقدروا يرشحوا الناس اللي هم عايزينه ولا لا. فاول ما نحس انه لا، انه بقى في رئيس غير القبيله الاربعه الرئيسيين، او ما بقاش في تفرقة عنصرية بين القبائل، أوكي ممكن إحنا نرجع تاني. فإحنا هنستنى الفترة الانتخابية. يعني أنت قدتينا إلى الفقرة التالية بالكلام عن التمييز العنصري، لأن الفقرة التالية حول العنصرية وانتشارها واتساع الشعور بها، إذا كان صحيح هذا شيء سنناقشه، ولكن بعد هذا التقرير وبعد أن نشكر أحمد عصام الدين من السودان للمشاركة معنا. شكرا لك. الأسود، الأبيض، الأحمر، الأصفر، المسلم، المسيحي، اليهودي، البوذي، الفقير، الغني، صفات وكلمات نسمعها في حياتنا اليومية لتمييز شخص عن غيره، إن كان من ناحية اللون، العرق أو الدين. هل تعتبر العنصرية تصرفاً غير حضاري وغير مسؤول تجاه الشخص الآخر ويحاسب عليها القانون باعتبارها جريمة أو جنحة؟ مع الأزمات السائدة في العالم العربي أو ما سمي بالربيع العربي،
أسئلة كثيرة تطرح حول هذه المسألة. هل العنصرية امتدت إلى أكثر من ذلك لتصبح عنصرية اجتماعية واقتصادية وطبقية؟ فاطمة، يعني حسب التقرير، التقرير يقول العنصرية موجودة وتجدرت. مظبوط، ويعني لأنه لم يحدث، لو رجعنا تاني لحزمة الحقوق الأساسية، فكرة التمييز ديني أو طبقي أو غيره هو شكل من أشكال الإقصاء والتهميش لأفراد داخل المجتمع. هل أنت شخصيا فاطمة تشعرين بعنصرية تجاهك لأي سبب من الأسباب؟ نعم. بأي معنى؟ بشعر بعنصرية لأنني مديرة سيدة، فبعض الرجال لا يقبلون الفكرة. عنصرية جندرية؟ جندرية بحتة. وكمان عنصرية عشان اللون برضو بيتم معاكستي، وبعض بعض المعاكسات وبعض الإحراجات، لأنه بكون رايحة على الأمم المتحدة فبيلاقيني حد برا من البوابين، وين ما وين رايحة وأنا شبه واحدة من اللاجئات، يعني أنا سمرة فأنتي مش من هنا من هنا. فلا، في ممارسات يومية. تتحدثين عن الأمم المتحدة يعني مقراتها في العالم العربي، لا تتحدثين عن نيويورك. لا، في مقرات الوطن العربي، لأنه في أبواب في الوطن العربي تحديدا لأنه الأشكال دي ما بتلاقيها في أي مكان آخر، يعني عدانا قد يكون تمييز بأشكال أخرى في أماكن أخرى. يعني هل هو التمييز على 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 أساس اللون هو أزعج أنواع التمييز؟ لا طبعا، لا طبعا، كونك انك امراه مزعج لانه بيوقفك من حقوقك الاساسيه في انه تشاركي وتستمتعي بكل ما هو مكفول لك. سياسيا بيبقى مزعج، يعني يتم اقصاء مجموعات لسبب سياسي من انها تمثل، ليس فقط اللون ولكن دينيا حتى، لانه دي من الحريات الاساسيه والحقوق المكفوله يعني للانسان، وجد أن يكون بكرامة. زينب، هل اتسعت؟ هل لجمت؟ ما الذي جرى؟ اتسعت لأنه يعني أصلاً إحنا عندنا مناطق أصلاً ما كناش ألغينا فيها التمييز أساساً، يعني حتى إذا اتكلمنا على النساء عندنا دول ما زالت بتقصي النساء عن بعض الحقوق السياسية، عندنا دول حديثاً سمحت للنساء بالدخول البرلمان. ما زال عندنا إشكالية، حتى الدول اللي عندها بتسمح للنساء بالدخول البرلمانات من زمان، حتى في مصر ما زالت مشاركة النساء ضعيفة جدا. اتسعت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. بأي معنى؟ لأنه تحدثت فاطمة عن موضوع التمييز ضد المرأة، ولكن هناك هذا تمييز مزمن كان موجود وربما سيستمر، نسعى لا يستمر ولكن سيستمر، ولكن التمييز الآخر، يعني ألم يحن الوقت للمساواة في اللون، في العرق، في الجنسية، في الحقيقة لو هنتكلم على أثر الأربع سنوات اللي فاتوا على ده، بالعكس ده زوده. لماذا؟ لأنه الصراعات السياسية كلها استخدمت فيها أسماء المجموعات العرقية والإثنية، يعني برزت إلى الواجهة، برزت إلى الواجهة ونمطت كل يعني مواطني أو اللي بيحملوا هذه الأسماء الفعل السياسي اللي عمله الحركة السياسية اللي خارجة منهم. يعني لو كي نفهم عليك مضبوط يعني بالضبط، أنت تقولين كانت هناك عنصرية ولكن الحراك الذي جرى دفع كل الأمور إلى السطح، فبدأ يعبر عنها بوضوح أكثر. بدأ يعبر عنها وتم استخدامها في معارك سياسية. يعني لو اتكلمنا على مثلا، لو اتكلمنا على سنة وشيعة، استخدام اسم يعني أحد الفئات الدين الإسلامي أنه دول داعش، أنه دول السنة اللي داخلين علشان الحراك الشيعي. لو هنتكلم على، حتى لو هنتكلم على مستوى الأكراد مثلا، انه استخدام فكرة انه البشمركة الكردية هي اللي بتدخل، مع انه بالأساس المواطن العربي عنده مفاهيم مغلوطة عن كل الآخر.
سواء بقى استخدمت رفض الآخر، رفض الآخر لأنه بالأساس إحنا كان عندنا أقليات عرقية وإثنية مقموعة، جزء من القمع ده كان إنها ما بتقدرش تستخدم لغتها، إنها ما بتعبرش عن ديانتها بشكل الآن بدأت تأخذ بعض حرياتها، الآن بدأت تأخذ بعض حرياتها، ولكن الأنظمة اللي فاتت كانت بتتعمد تشويه صورة المجموعات دي. فبعد دلوقتي إنه لما اتسع الحراك السياسي أصبح كل واحد عنده رؤية مغلوطة عن الآخر، وبالنسبة له الآخر ده هو الرعب وهو الدمار القادم إليه فبيحاربه، فده عمق الصراع أكتر. هل يعني تشعرين بالعنصرية أنت أيضا؟ يعني حدثتينا قبل أن نبدأ نقاش هذه الفقرة عن العنصرية القبلية، التمييز العنصري القبلي بين قبيلة أفضل من قبيلة على أساس اجتماعي اقتصادي. Exactly. في فرق لما حد مش من بلدك بيديك تعليق أو تحسي إنه لأ بيكون عنصري عليك. مثل. بس بتقدر بعدين لك تقدر تعذره اللي هو لأ ده مش عارف، بس لما اللي بيوجع قوي لما حد من ناسك ومن أهلك بيعملك كده. طيب فاطمة دعينا نحدد، لا نترك الكلام عام، هل حصل معك شيء دفعك إلى هذا الكلام؟ ماذا جرى معك؟ إنه أنا بيفرقوني عن أهلي وناسي، يعني أنا لما بقول أهلي وناسي أنا بتكلم عن الصومال كلها، مش بتكلم عن قبيلة معينة أو قبيلة بتاعتي بالأخص، أنا بتكلم عن all over Somalia، بس كل الصوماليين بالضبط. فلما انا اجي مثلا ابسط الاشياء انه لما مثلا في عيد الاستقلال بنحتفل بيه هنا في مصر او بيبصوا لي وهي من فين، هي من قبيله كذا. عيد الاستقلال، عيد الاستقلال ايوه هنا في مصر، عيد الاستقلال المصري ام الصومالي؟ لا لا الصومالي هنا في مصر. نعم. فهي منين؟ لا هي من قبيله كذا. طيب خلاص، لا هما اللي عملوا فينا كذا وكذا وكذا. يعني انت تتحدثين عن مجموعات صوماليه بالزهد. تمارس العنصريه فيما بينها يعني في مناسبه وطنيه يفترض ان تكون جامعه. بالضبط. فاللي هو الناس من بره شايفه صوره اللي هو احنا كلنا مع بعض، بس لو فعلا دخلوا جوانا اللي هو لا بتلاقي ان ده بيشاور على ده وده بيشاور على ده، لا ده من قبيله من كذا. فاهمه قصدي؟ من بين التعليقات، يعني نحن طرحنا الموضوع ونطلب من المشاهدين والمستمعين أن يشاركونا على مواقعنا، مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر حول هذا الموضوع وغيره من القضايا، ولكن نورد بعض التعليقات التي وردتنا فيما يتعلق بموضوع العنصرية. يعني هناك كلام كثير، منهم كريم رفح قال إنه عندما يتعلق الأمر برفض الآخرين لأنهم يختلفون عرقيا وثقافيا أو دينيا فإن الشرق الأوسط هو أحد أشد بقاع الأرض تمييزا ضدهم، خاصة العمال الأجانب. ربما هذا يأخذنا إلى مكان آخر، ولكن هذا قضية قائمة. هنتكلم عن العمال الأجانب. إحنا عندنا يعني فكرة العمالة المهاجرة، سواء المواطنين عرب بين الدول العربية وبعض أو اللي بيتم استخدامهم من دول شرق آسيا على أساس طبقي أو على أساس لون البشرة أو ماذا؟ بالأساس أساس طبقي، لأنه أصلاً الاحتياج اللي موجود في بعض الدول، لو اتكلمنا على دول الخليج مثلا، هي العمالة اللي بتستخدمها كلها، هي العمالة اللي بتقوم بالأعمال الخدمية اللي هي بالأساس أعمال صعبة رواتبها قليلة، ولكن يعني الرزق ممكن يكون موجود في أي مكان. مش ده الإشكال الحقيقي، الإشكال ما يسمى بنظام الكفيل، اللي هو نظام الكفيل. طرحنا في حلقات عدة حول نظام الكفالة الذي هو شكل من أشكال العبودية. بالضبط. فهنا بياخدنا لأنه عندنا مئات الألاف ربما يصلوا إلى ملايين من العمالة بتخضع لقوانين هي بتميز ضدهم، أولا بأنه أنها بتخليهم طول الوقت في دائرة الفقر ما بيخرجوش منها، بتحرمهم من حقوق كثيرة منها حرية الانتقال لأن جوازات سفرهم مش معاهم، بالإضافة إلى التعرض لإشكالات ضخمة، عنف بالضبط. أورد بعض التعليقات أيضا. سارة أيوب كتبت تقول لطالما الجهل في ازدياد
فإن انتشار العنصرية سيزداد. يعني تحدثنا نحن في بداية الحلقة عن واقعنا الاجتماعي والاقتصادي الذي يأخذ كل اهتمام المواطن فينحرف عن الاهتمام بالسياسة ليهتم بلقمة عيشه، وبالتالي هذا الوضع المعيشي الذي يزداد سوءا في عالمنا يجعل ربما العنصرية تزداد، لأنه لا نريد أن نستعمل تعبير جهل، ولكن يعني تراجع ربما الاهتمام بالثقافة والانفتاح وما إلى ذلك. هي واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا للتعامل مع اللاجئات العاملات في العمالة المنزلية مثلا في مصر. هو لا يعرف خلفية هذه السيدة، هي آتية من أماكن حروب، تعرضت لمشكلات اجتماعية مختلفة، فقدان أفراد الأسرة، اغتصاب، وقضايا أساسية تؤثر على حياتها اليومية. فتخرج تبحث عن عمل، فتجد بيئة غير مساندة في العمل. هي أتت عشان تقوم بالأعمال المنزلية من تنظيف وغيره، بس هي حتى ما جاهزة لهذه الأعمال لأن جاية بأعباء أخرى. فبتعامل صاحب العمل وفقاً لهذه السيدة بلا معرفة من أنت. يعني سؤالي فاطمة، ما يعني هل من علاقة بين العنصرية والثقافة؟ يعني طبعاً أنت أكثر انفتاحاً، أكثر تعاملاً ثقافياً، أكثر وعياً، أنت أكثر احتراماً للإنسان. فما بتتعامل مع الإنسان كعدد، بتتعامل مع الإنسان ككيان، فبتبقى أكثر تعاطفاً مع لاجئة أو مهاجرة، أكثر تعاطفاً مع شخص في موضع احتياج. فكل ما كنت مثقف وعندك قدرة لاستيعاب مشاكل الآخر بيكون هنالك مساحة. هل هذا مؤكد؟ يعني أنت تحدثت عن قضايا ملموسة حول التمييز العنصري يعني على أساس قبلي وما إلى ذلك، هل هذا مؤكد أنه ازدياد ثقافة يحد من عنصرية الفرد؟ أكيد. أنت لما بتبقى إكسبوز للمجتمع مختلف العرق وأنت كبرت على أساس كده أنه ده من جنسية كذا وده من جنسية كذا وده من جنسية كذا، عنده ديانة كذا عنده ديانة كذا، بس مش فرق، المهم أنه الشخص ده كويس ولا وحش، بس مش على أساس أنه لونه أو دينه أو هذه أو تربية. بالضبط أكثر يعني منها ثقافة. بالضبط. يعني أنا دلوقتي اتربيت في بيت أنه لما بشوف الشخص مش بشوف على أساس لونه أو جي منين أو فين، مش بهتم بده خالص، انا بهتم بس هو هيعاملني ازاي، بيعاملني كويس هعمله كويس، بيعاملني وحش ابعد عنه. عندما اخبرتينا عن التجمع الصومالي وما تعرضتي له خلاله من اشارات لانك من قبيله ما وما الى ذلك، هل هم شباب صغيرين؟ ولما بيجي اسالهم، لان انا بطبيعتي بحب اسال، طب انت شفت مني حاجه وحشه؟ فيقولوا لي لا. طب ايه اللي خلاك تقول عليا كده؟ فيقولوا لا عشان اهلنا قالوا لنا انه انتوا مش ناس كويسين وانتوا كذا 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 وانتوا السبب في دمار البلد وانتوا. طب ده من خمس، ده انا ما كنتش مولوده لما انا ممكن صحيح فيها القبيله بتاعت فيها الوحش وفيها الكويس، بس مش معنى كده في واحد وحش يبقى كلنا وحشين، ولو في واحد كويس كلنا كويسين. ولكن انت شخصيا فاطمه، هل تشعرين بالانتماء للقبيله؟ تشعرين بالانتماء للقبيلة؟ طبعاً أكيد. يعني أكيد. ممكن هذا الشعور يدفعك أيضاً للتمييز بين القبائل في الصومال؟ لا طبعاً، يعني أنا بنتمي للقبيلة بتاعتي على أساس أنه الحاجات الكويسة اللي عملوها، بس لما يجي مثلاً حد من قبيلتي أو حد تاني مش من قبيلتي، لا، في الأول في الآخر الحق لصاحب الحق. أنا قبيلتي دي حاجة ترجع لي أنا ليا في البيت، اللي هو عشان أعرف identity wise يعني I am from there، بس مش الانتماء، الهوية كما قلت. بالضبط. الهوية هي في الطليعة للقبيلة، للصومال، لمن؟ للقبيلة فالصومال أم للصومال فالقبيلة؟ للصومال ثم القبيلة. وهذا هو يعني معمم بمعنى الناس؟ لا. في الأنظمة القبلية التي فيها تمييز على أساس قبلي، صح. هل الانتماء هو للوطن ثم للقبيلة؟ لا، للقبيلة الأول. لأن لو كان فعلا للوطن الأول ما كانش هيستمر 23 سنة الناس بتذبح في بعض. هل لديك تجربة خاصة في هذا المعنى أيضا؟ نعم، أنا نوبية، فالنوبيين عنصريين تجاه ما غير النوبيين.
لأنه إحنا لسنا عرب، يعني ثقافتنا العربية ودخل لنا الإسلام عن طريق المغرب، فبيروا ما غير النوبي هو ليس أهلاً وكفء. نعم. ولكن إحنا بنقول إنه الثقافة هي مساحة للتغيير. وأنت تشعرين أيضاً أنك نوبية؟ أنا أفخر بأني نوبية، ولكن لا يميزني عن الآخرين بشيء. يعني النظرة التي تحدثت عنها أنت لا تنظرين إلى الناس بمثلها؟ لا، ما بينفع. الثقافة هي اللي بتديك مساحة أنه تتحرر من فكرة الشوفونية، أن أنت الأفضل. ما في أفضل، يعني في تنوع في الأشياء، فتتغير الهوية وفقاً لهذه الثقافة. وعشان كده أنا بقول أنه التثقيف هي مساحة للتغيير. أنا مع أنه التربية تنشئ أجيال بالضرورة لا تعمل بشكل تمييزي أو قهري، ولكن التثقيف كمان بيتيح مساحات أخرى لفتح أبواب جديدة. يعني زينب، مما قالته فاطمة، يعني نحن أمام فاطمة وفاطمة كما قالوا لنا في بداية الحلقة، أتحدث عن فاطمة من الصومال، مما قالته أن هناك يعني لدى الشباب شعور بالعنصرية. شوف، في حاجتين رئيسيتين يخلوا الشباب يفكروا بالطريقة دي. زي ما قلت لك، فكرة الرعب من الآخر اللي بتغذي الثقافة بتاعت المجتمع، إنه إحنا بينا وبين بعض سلاح ودم وكذا، فطول الوقت أنت عندك حالة عدائية، الخطاب العدائي بيزيد كلما حصلت أحداث أعنف، كلما زاد الخطاب العدائي، وهو ده اللي إحنا نعرفه عن بعض. ده بيعمل مشكلة في إن إحنا نتعرف على بعض أصلاً. إحنا ما نعرفش حاجة في الحقيقة عن بعض غير ما يطرح لينا اللي بنشوفه. الحاجة الثانية، غياب الدولة. يعني إحنا عندنا دول بالمسمى، ولكن النظام القائم الحقيقي اللي بيحرك كل حاجة، حتى النظام السياسي، هو بالأساس نظام قبلي أو نظام طائفي، ولم نرقى إلى مرحلة الدولة الديمقراطية. عندنا هذا المسمى، عندنا غرف برلمانية، عندنا دساتير، ولكن الفعل الأساسي هو الحراك القبلي أو الطائفي. ولكن أن يكون شعور لدى الشباب، هل هذا مقلق؟ بمعنى أن يشعر الشاب طبعاً بعنصرية تجاه الآخر؟ طبعاً، لأنه دلوقتي أصبح متاح لينا إحنا، يعني هتكلم على جيل الشباب الأصغر مني، أصبح لدينا مصادر معرفة أخرى كثيرة، مش بس ما يصدر لينا. ما بقاش بس عندنا التلفزيون الحكومي اللي بيصدر رؤية واحدة، ولا الجرائد الحكومية اللي بتصدر رؤية واحدة. عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، عندنا وسائل إعلامية مختلفة نقدر نتعرف بيها على ده. بالعكس، ده كمان وجودهم برا مكان المعركة الداير فيها المعركة يتيح ليهم التعارف على بعض بشكل أفضل وأكثر هدوءا. يعني نحن تحدثنا، يعني فاطمة تحدثت عن العنصرية تجاه المرأة، فاطمة تحدثت عن العنصرية القبلية، أنت أيضا تحدثت عن عنصرية العرق واللون، ولكن هناك يعني العنصرية الطبقية التي أشرنا إليها، العنصرية في الطبقات. قالت إنه القبيلة المتمكنة اقتصاديا هي القبيلة التي تمارس العنصرية تجاه القبيلة غير المتمكنة اقتصاديا. على مستوى الناس العاديين أيضا هناك عنصرية طبقية بين غني وفقير وما إلى ذلك. هو في الأخطر منها كمان، اللي بالأساس هو القانون، لما القانون هو اللي يعمل هذه التفرقة. بأي معنى؟ بأنه تظل الطبقات الفقيرة طول الوقت هي الأكثر حرمانا من حقوقها. لما يبقى عندك القطاعات الأكبر في العمالة، هي قطاعات العمالة الغير منتظمة اللي محرومة من حقوق صحية، محرومة من حقوق تأمين اجتماعي. يعني قصدك غياب السياسة الاجتماعية. غياب السياسة الاجتماعية بموجب القوانين. القوانين موضوعة وليس ليها رؤية لحل المشاكل الاجتماعية. ده طول الوقت بيعمق الدائرة دي وبيزيد من الفروق. عشان كده كان هل هذه هي حالة مصرية؟ لا، هي أعتقد هي حالة عامة. وعشان كده الاتفاقية الدولية، القضية غير محلولة في مصر أيضا. لا، ما احنا عندنا قوانين، يعني القوانين اللي بتكلم عنها دي قوانين مصرية. يعني بتكلم على قوانين التأمين الاجتماعي المصرية، قوانين العمل المصرية اللي بتميز ضد بعض فئات العمالة بأنها بتستثنيها من الحماية القانونية.
وعشان كده اتفاقيات دولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري اتكلمت في الدباجة بتاعتها على اتفاقيتين آخرتين. الأولى هي إلغاء كافة أشكال التمييز في التعليم، بأن هي الاتفاقية المدارس الرسمية تكون لمستوى المدارس الخاصة؟ لا، هي فكرة أنه يبقى الجميع متاح لي التعليم وبمعايير محددة، مش مجرد وجود مدرسة بدون منهج تعليمي بدون معايير تعليمية جيدة، انه ده يبقى ان انا اتحت التعليم للطبقات الافقر لان هي الاكثر احتياجا. كمان انه كانت بتلزم الدول اللي وقعت عليها، واعتقد في 2006 اخر دولة عربية وقعت عليها كانت جيبوتي، وكده كل المنطقة العربية موقعة عليها، ألزمتهم بتعديلات في المناهج التعليمية بتلغي التمييز، الإشارات إلى التمييز ضد المجموعات المختلفة وكذا. يعني إتاحة التعليم لكل الناس، إتاحة التعليم، ولأن هو ده المصدر الأساسي للمعرفة للأطفال اللي بعد كده بيبقوا شباب، هم المجتمع القادم. يعني الفقر يولد إلى مشاكل اجتماعية، منها العنصرية، منها العنصرية أو الشعور بالظلم الذي يؤدي إلى العنف. بالطبع الاتفاقية الثانية اللي أشارت ليها هي المساواة في الاستخدام والمهنة، فإنه من حق الجميع أنه يحصل على اختيار في المهنة، ما يفضلش طول الوقت محصور لأنه تعليمه قليل، الأعمال الهامشية والأعمال الخدمية اللي ما بتطلعوش تسمحلوش بالترقي الاجتماعي وتطوير حياته. ربما يعني أشارت إلى قضية هامة هي العنف، يعني في أنظمة قبلية كالتي تحدثت عنها أنت فاطمة وفاطمة، أيضا العنف بين الأنظمة القبائل نفسها يؤدي إلى تعميق هذا التمييز وإلى ازدياد التنافر والتعبير عنه بأشكال مختلفة. طبعا الاتجاه للقبلية هو شكل، زي ما قالت زينب، هو شكل لبحث عن رأس مال اجتماعي للدفاع عن حقوق مشروع. فبدل أن يكون لدي دولة ولدي قسم شرطة ولدي قاضي يعمل على إدراك حقوقي وتنفيذه، بيبحث على آليات مساندة اجتماعية. فالقبيلة تلعب دور أساسي في التصنيفات، والحقيقة الصراع القام في السودان صراع قبلي في الأساس. يعني الصراع القبلي هو تعبير عن ضعف الدولة؟ ضعف الدولة، وساعات استخدام الدولة لهذه الأنظمة للاقتتال. يعني الحرب ما بين جنوب السودان وشماله حرب لا علاقة بأشياء عرقية دينية، فهنالك من يستخدم هذه الطرق لتعزيز التمييز والتشتيت وعدم التنمية، لأنه في النهاية النماء يكتمل بصورة كل الأطراف موجودة. هو الحديث حول هالموضوع يطول، ولكن وقت هذه الحلقة انتهى. فاطمة محمد من الصومال، شكرا لك. فاطمة إدريس من السودان، وزينب خير من مصر، شكرا لمشاركتكم معنا، وإلى اللقاء مشاهدي ومستمعي بي بي سي في حلقة جديدة من برنامج دنيانا الأسبوع المقبل.